مرتاحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم إلى قناتكم هشام في اليابان التي أقدم لكم فيها كل ما يتعلق بهذا الكوكب الجميل من عادات وتقاليد وثقافة ومعلومات ومناسبات غريبة وأغرب. هذه الشنيه والله ماني فاهم. مبروك عيدك يا عزيز علي، مبروك عيدك يا عزيز علي، في كل عام ايامك هنيه ومبروك عيدك يا عزيز علي، مبروك عيدك يا عزيز علي، مبروك. عارف يفترض انه بعد ما مشيت فوق الحديدات اهمار ينحل لغز ما، ولا يعني تنفتح خزنه نلقى مصباح على الدين، نلقى خاتم الماس، لازم نلقى حاجه بعد التعب هذا اللي تعبته. الموضوع اللي بنتكلم عليه اليوم هو كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، إن شاء الله رب يكون تقبل منكم صيامكم وقيامكم وجعلكم من العتقاء من النار. آمين آمين آمين. معلش هي العيد جاي مفاجأة، ولذلك المعايدة حتى هي جبتها لكم مفاجأة. هلا غالب في ناس الزبون متاعها مازال عند الخياط، يفترض أن يستلمه يوم الثلاث باش يلسى يوم الأربعاء، ولكن طلع يوم الثلاث عيد في ليبيا في آخر لحظة ممكن في الليل بعد ما الناس كلها روحت لحياشة وربطت المواعيد عند الخياطة وعند اللوندرية وهكذا. ألا غالب معلش، الفرحة مش فرحة ملابس، نفرحوا صغارنا بالملابس لكن احنا الكبار نتحملوا شوية ونخلوا الفرحة في قلبنا. أهم شيء إن نكونوا ديما مبسوطين ورايقين. تفكروا زمان لما الواحد يكون فاشل شنو يقولوا له؟ يفجل. فجل. طبعا الحكاية عيادي والناس ماشية طالعة تبي تشري الملابس في آخر لحظة، وفي يوم العيد الناس تبي تطلع وتتمشى وتمشي تشوف مناطق وأماكن وحاجات حلوة، لكن برضو رد بالك تحصل في الفخ. في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إلى جانب أننا نجتهد في الذهاب إلى المساجد لكسب الأجر، أيضا نجتهد في تحديد الطريقة اللي ممكن نعرف بها كيف نحدد بها هلال العيد. يحتدم الجدال بين مناصر لرؤية هلال العيد عن طريق العين فقط، وبين من يقول أن العلم تطور وأصبح بإمكاننا أن نعرف بالضبط الدقيقة والثانية نحدد موعد ميلاد القمر الجديد. فبين مؤيد لهذا الأسلوب ومؤيد لهذا الأسلوب، ولكل حجته وكل يعتقد أن حجته أقوى، لكن احنا مش في صدد مناقشة حجية تثبت من هلال العيد. على سبيل المثال عندنا في اليابان عندنا كذلك عدة طرق في رصد الهلال. الطريقة الرئيسية المتبعة في اليابان هي طبعا الطريقة الرسمية، هي الاعتماد على لجنة رصد الهلال. اللجنة هذه موجودة في اليابان وماليزيا، لو شافوا الهلال في اليابان يبلغوا ماليزيا، ولا شافوا الهلال لو شافوا اليابان في ماليزيا يبلغوا الهلال. مو موصل الفكرة، لو شافوا الهلال في ماليزيا يبلغوا اليابان. طبعا بالنسبة لنا احنا لم نستطع رصد الهلال بالطريقة العينية، تعذر ذلك واعتبرنا يوم الثلاثاء مكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك. وانا من الناس اللي اتبع هذا النهج عشانه، وحتى لو كان اخطأنا في يوم الزيادة احسن مما نخطئ في يوم ناقص. الطريقة الثانية هي اتباع الدول، مثلا الجالية التركية هنا في اليابان تتبع في دولة تركيا، لما تعلن تركيا أمتى يوم العيد نفس الشيء يطبق الموضوع هنا في اليابان بالنسبة للجالية التركية.
وليش نتكلم على الجالية التركية؟ لأن الحكومة التركية هي التي تتولى إدارة مسجد طوكيو اللي مرة نقول لكم في الصلاة منها أو اللي في فيديوهات سابقة وريتكم أجزاء منها. إذن الربكة مش موجودة في ليبيا فقط، الربكة موجودة عندنا حتى هنا في اليابان، لكن الجامع التركي مشكورا جعل صلاة العيد على مدى اليومين اللي هم الثلاثاء والأربعاء. الناس اللي تبي تفطر وتعيد يوم الثلاثاء التزاما به أو اتباعا للدولة التركية وما والدول التي أعلنت عن أن العيد يوم الثلاثاء، الجامع فتح لهم يوم الثلاثاء باش يصلوا صلاة العيد، كذلك الجامع يوم الأربعاء حي يقيم صلاة العيد أيضا للناس اللي تبي تفطر أو اللي تبي تعيد في يوم الأربعاء، اللي هي اعتمدت على رؤية الهلال أو لجنة رؤية الهلال في اليابان وماليزيا. خلينا نمشي نشري فطور آخر يوم في رمضان 1440 هجري 2019 ميلادي. قبل ما نختم الفيديو متاع اليوم حابب نقدم التهاني إلى كل الأصدقاء والأحباب والأقرباء والأعزاء والأصحاب والمشتركين اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش، نقدم لكم أحر التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وإن شاء الله يا رب نشوفوكم في السنوات القادمة متوحدين في عيد مبارك. أهم من هذا كله خلوكم ديما رايقين ومعيدين. السلام عليكم.